السلام عليكم. كما نعرفوا باللي الصيام هي ميثود ثيرابيوتيك، يعني طريقه علاجيه اللي يعالجوا بها خاصه مرض اللي ما عندوش دواء نهائي، اللي هو لو كونسير ولا السرطان. هذه الفئه ننساوها بزاف في النصائح تاع رمضان، وبالتالي اليوم فكرناكم تبعونا. Alors il faut savoir que الصيام هو طريقه من بين الطرق العلاجيه للسرطان، واللي ثبت لنا طريقه ناجعه جدا انتشار الخلايا السرطانيه في الجسم تاعنا، وبالتالي لازم نصومو ولازم نعرفو كيفاش نصومو. ما نصوموش هكاك من راسنا، لازم نشوفو توجور لو ميدسان سبيسياليست اي لو نيتريسيونيست باش نعرفو كيفاش نصومو وكيفاش ريكوبيريو مور الصيام. هكا باش نستفادو من المنافع تاع الصيام والمنافع العلاجيه تاع الصيام، وباش ما نخسروهمش بالعادات السيئه ولا بلا موفيز ابليكاسيون دو جون، لانه الجسم خلال الصيام راح ينقص من النشاط الايضي، وهذا الشيء ما يكونش غير اذا كان الجهاز الهضمي فارغ، ما تكونش طاقه مبدره ولا مستهلكه خلال الهضم، وبالتالي الجسم راح يركز على رسكله الخلايا الميته، لانه يركز اكثر على الخلايا اللي خرجت من النظام الموت المبرمج اللي هو لابوبتوز، لانه كل نوع من الخلايا عنده مده عيش محدده، كيفوت هذيك المده دونك الجسم يتخلص منها بطريقه مبرمجه. الخلايا السرطانيه يخرجوا على هذا النظام ويعودوا يتكاثروا بطريقه عشوائيه في الصيام، دونك الجسم يتحكم اكثر بهذه الخلايا السرطانيه اللي خرجوا على هذا النظام المبرمج. في الاخير ما علي غير نقول لكم الله يشافيكم، وندعو لهم كامل بالشفاء في هذه الايام المباركه، وما لازمش نصوموا بطريقه عشوائيه، لازم تكون سو كونترول ميديكال دان نافي ميديكال اي دان نافي نوتريسيونيل.